بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب الطلاب، درسنا اليوم عن الزوايا، لكن قبل ذلك دعنا نراجع بعض المفاهيم القديمة. النقطة، ما هي النقطة؟ لنعتبر مؤقتا أن النقطة هي أثر القلم على الورق، يعني أنك لو أخذت القلم وضغطته على الورق ضغطة خفيفة فسيكون الناتج أمامك هو نقطة. هذا التعريف سنكتفي به مؤقتا إلى غاية ما تنتقل إلى سنوات قادمة وتوسع مفهومك حول هذا التعريف. المستقيم هو مجموعة من النقاط الممتدة على استقامة واحدة نحو اليمين ونحو الشمال من غير نهاية. طبعا نحن نتكلم الآن في الهندسة الإقليدية، هندسة المستويات والمسطحات. القطعة المستقيمة هي خط مستقيم له بداية وله نهاية، وأخيرا الشعاع هو قطعة مستقيمة لها اتجاه. الآن لاحظ أمامك أنك الزوايا تصادفها أينما توجهت. مثلا لو لاحظنا فك الحوت هذا في فتح وغاقيصة تشكل زاوية، الطائرة أجنحتها هذه تشكل لنا زاوية، المقص في فتح وغاقيصة يشكل زاوية، وأجل نظرك أينما شئت فستجد الزوايا مشكلة في أي مكان. ما هي الزاوية؟ الزاوية هي التقاء شعاعان أو قطعتان مستقيمتان في نقطة واحدة، هذه النقطة نسميها بنقطة الالتقاء، ثم نسميها عموما كتسمية رأس الزاوية. إذا أمامك الآن شعاعان ملتقيان في نقطة بي، بهذه تسمى رأس الزاوية وضلعاها، عفوا وضلعاها لاحظ أننا رمزنا إلى الزاويتين بالشكل التالي، أو من أمامك الزاويتين هذون نقرأ كما شئنا، نقرأ الزاوية بالعكس، نقرأها A ب C أو نقرأها C ب A ونشير إليها بالرمز التالي هذا الموضح. داخل وخارج الزاوية وضمن الزاوية، الزاوية تقسم المستوى إلى ثلاث مناطق. نقاط تنتمي إلى ضلعي الزاوية، هاي هي الزاوية لدينا مثل ما شئنا نسموها ABC أو CBA. نقاط تنتمي إلى ضلعاها، هذه نقاط كلها تنتمي إلى ضلعاها، ونقاط تنتمي إلى داخل نطاق الضلعان هذا الداخل، فلديك النقاط هذه اللي احنا نسمينها R و F، هذه كلها نقاط تنتمي إلى داخل الزاوية. وأخيرا الجزء الأخير من المسطح المحدد بالزاوية، الزاوية فهو خارج الزاوية، هي نقاط موجودة خارج الزاوية. بماذا نقيس الزاوية؟ نقيسها بآلة اسمها المنقلة، وهي مصنوعة من الشكل، وهناك وحدات قيس الزوايا اللي هي الدرجات. نقيس الزاوية بالدرجات، نبدأ من 0 درجة فما فوق، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة، إلى آخره، إلى 180 درجة تكون زاوية مستقيمة، وعندما تلف تصبح 360 درجة. ما هي أنواع الزوايا؟ لديك الزاوية القائمة، وهي زاوية يكون قيسها 90 درجة، ولديك الزاوية الحادة، وهي زاوية يكون قيسها أقل من 90 درجة. أي زاوية يكون قيسها أقل من 90 درجة فهي زاوية حادة. ولديك الزاوية المنفرجة، هي زاوية أكبر من 90 درجة. أي زاوية يكون قيسها أكبر من 90 درجة فهي زاوية منفرجة. وأخيرا لديك الزاوية المستقيمة، وهي التي يكون ضلعها ممتدان على استقامة واحدة وفي اتجاهين مختلفين، تسمى زاوية مستقيمة ويكون قيسها 180 درجة. الزاوية التي قيسها 180 هي لا. إذن هذه أربع أنواع من الزوايا التي نحددها أمامنا. الزوايا المتقايسة، ماذا نعني بزاويتين متقايستين؟ تكون زاويتان متقايستين إذا كان لهما نفس القيس، يعني إذا كان الزاوية الأولى قيسها 20 درجة فبالضرورة أن يكون قيس الزاوية الثانية 20 درجة. إذا كان قيس الزاوية الأولى 70 درجة، قيس الزاوية الثانية يجب أن يكون 70 درجة، لأنهما يجب أن يتقايسا ويكون لهما نفس القيس. بالتالي أمامك في الشكل زاويتان، قيس كل منهما 30 درجة، هل هما متقايسان؟ طبعا سنجرب بالتطابق، نطبق الأولى على الثانية، نلاحظ أنهما منطبقتان تماما، بالتالي فهما
متقايستان ونقول أنهما متطابقتين أو متقايستين. الزاويتان المتجاورتان، ما هي الزاويتان المتجاورتان؟ التعريف يقول إذا كان زاويتان اشتركتا في رأس واحد ولكان لهما ضلع مشترك، بالتالي فهما زاويتان متجاورتان. هذه الزاوية اللي راها واضحة أمامك، الزاوية هذه مجاورة للزاوية هذه، وتقرأها كما شئت. لاحظ أن لهما ضلع مشترك ولهما رأس مشترك. طبعا ليس بالضرورة أن تكون منطبقتان أو تكون متقايستان، المهم أن لهما ضلع مشترك ورأس مشترك ومتجاورتان. أمامك الشكل هنا، هل الزاويتان هذون متجاورتان؟ طبعا لا، فليس لهما رأس مشترك ولا ضلع مشترك. الزاويتان المتقابلتان من الرأس، هما زاويتان يكون ضلعاهما ممتدان، يعني ضلع من الزاوية الأولى ممتد مع الضلع الثاني على استقامة واحدة، وضلع من الزاوية الأولى ممتد مع الضلع من الزاوية الثانية على استقامة واحدة، كما سنبينه في الشكل. لاحظ لديك الزاوية هذه CPA أو APC، والزاوية BPD أو DPB متقابلتان في هذا الرأس. ماذا تحدد الزوايا؟ تحدد لنا كل واحدة تحدد لنا أربع زوايا، كما أنت تشاهد، هاتان زاويتان متقابلتان بالرأس، وهاتان زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن الرأس هو مشترك للزوايا الأربعة. نقول أن الزاويتان المتقابلتان بالرأس زاويتان متقايستان، هذه الزاوية مثلا هذه متقابلة مع هذه بالرأس وهما متقايستان، والزاوية هذه متقابلة مع الزاوية هذه بالرأس وهما زاويتان متقابلتان بالرأس. كل زاويتان متقابلتان بالرأس فهما زاويتان متقايستان. ما هما الزاويتان المتتامتان؟ الزاويتان المتتامتان هما زاويتان إحداهما داخلية والأخرى خارجية، ويكونوا واقعتين في نفس الجهة بالنسبة للقاطع وغير متجاورة. راح نشوفوا هذا بعد، لكن هنا نشوف الزاويتان المتتامتان هما زاويتان يكون مجموعهما 90 درجة، مجموع قيسيهما 90 درجة. لاحظ أن قيس الزاوية الأولى يساوي 60 درجة، إذا أضفنا له قيس الزاوية الثانية 30 درجة يصبح الناتج 90 درجة، بالتالي فهما زاويتان متتامتان. ماذا لو كان قيسهما لا يساوي مجموع قيسهما لا يساوي 90 درجة؟ في هذه الحالة لا نقول أنهما متتامتان، عفوا، يجب أن يكون قيسهما مجموع قيسهما يساوي 90 درجة حتى تصبح متتامتان. إذا لم يكن ذلك فإنهما غير متتامتان. الزاويتان متكاملتان، إذا كان مجموع زاويتين يساوي 180 درجة نقول عنهما زاويتين متكاملتين. أو أمامك زاويتان، واحدة قيسها 100 درجة والثانية 180، إذا جمعنا القيسين يصبح 180 درجة، بالتالي نقول أنهما متتامتان. ومثل ما شفنا من قبل العكس غير صحيح، إذا كان قيسهما يكون أكبر 180 درجة أو أقل، يعني مجموع قيسي الزاويتين يكون إما أكبر من 90 أو أصغر من 90، في هذه الحالة لا يمكن القول أنهما متتامتان. الزاوية المشكلة من مستقيمان متوازيان قطعان، إذا كان لديك خطان مستقيمان متوازيان، معنى متوازيان؟ معنى أنهما لا يلتقيان في نقطة ما، يمتدان إلى ما لا نهاية ولكن لا ينبغي لهما الالتقاء، فهما خطان مستقيمان أو قطعتان مستقيمان أو شعاعان مستقيمان، ثم قطعهما قاطع. طبعا هنا القاطع هذا سيشكل لنا جملة من الزوايا على المستقيمين، سيشكل زوايا على المستقيم الأول وسيشكل زوايا على المستقيم الثاني. بالتالي تلاحظ أن مجموع الزوايا التي تشكلت عند الرأسان P و Q هما أربع زوايا في كلاهما، وفي المجموع كله 8 زوايا المشكلة بهذا القاطع.
ما هي الزوايا المتماثلة؟ طبعا إذا كان لديك مستقيمان متوازيان وقطعهما قاطع سيحدد مثل ما شفنا ثمان زوايا، لكن ما هي الزوايا المتماثلة المحددة بهذا القاطع؟ لاحظ تمام، القاعدة تقول أن الزاوية متماثلتان تكون إحداهما داخلية والأخرى خارجية وتكونان واقعتين في اتجاه واحد أو في جهة واحدة بالنسبة إلى القاطع. لاحظ هاتان الزاويتين، واحدة بالداخل واحدة بالخارج، واقعتان إلى نفس القاطع لكن واحدة بالداخل واحدة بالخارج، بالتالي نقول أنهما متماثلتان، والزاوية متماثلتان وزاويتان متقايستان. نشوف زاويتين أخرين، نعم هاتان زاويتان، واحدة وقع بالداخل والثانية وقع بالخارج، والتالي فهما متقايستان. ولديك أيضا إذا القاطع هاتان زاويتان، واحدة وقع بالداخل والأخرى وقع بالخارج، وهما على جهة واحدة من القاطع وهما متقايستان. ثم أخيرا لديك هاتان الزاويتان الواقعتان واحدة بالداخل واحدة بالخارج، وهما واقعتان جهة واحدة من القاطع وهما زاويتان متقايستان. إذا الزوايا المتماثلة نعيد هي زوايا تقع إلى جهة واحدة من الداخل من القاطع، واحدة تكون خارجية والأخرى تكون داخلية، وهي جميعا متقايسة، جميع الزوايا المتماثلة تكون أيضا متقايسة. ما هي الزوايا المتبادلة؟ المستقيمان المتوازيان المقطوعان بمستقيم قاطع تحدد أربع زوايا، ويحدد لنا زوايا متبادلة داخليا وزوايا متبادلة خارجيا. لاحظ أمامك الزوايا هذه، هاتان زاويتان متبادلتان. الزوايا المتبادلة هي زاويتان واقعتان في جهتين مختلفتين بالنسبة للقاطع وغير متجاورتين. لاحظ أن هذه الزاويتين الملونتين هما زاويتين واقعتان إلى جهتين مختلفتين من القاطع وهما غير متتامتان، بالتالي فهما زاويتان متبادلتان وطبعا متقايستان. هاتان زاويتان أخرى موقعتين إلى جهتين مختلفة من القاطع وهما هذه الزوايا الأربع، نقول أنها زوايا متبادلة داخليا لأنها داخل المستقيمين المتوازيان، وطبعا هناك زوايا تكون خارجية مثل الشكل التالي، هذه الزاوية مثلا وهذه الزاوية متبادلتان خارجيا يعني واقعين إلى جهة مختلفة من القاطع، واحدة بالخارج واحدة بالخارج، وهم ونطبق عليهم نفس القاعدة هما متقايستان. ولديك هذه الزاوية وهذه الزاوية، هما زاويتان متبادلتان خارجيا وهما متقايستان. أرجو أننا قد وفقنا إلى مفهوم الزاوية والزوايا وأنواعها وقياسها، ثم العلاقة ما بين الزوايا المحددة بمستقيمين متقاطعين، مستقيم متوازيين وقاطع لهما. أرجو لكم التوفيق، وإلى لقاء آخر في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.